ومعنا عبر الهاتف الخبير العسكري والمحلل السياسي السيد حاتم الفلاحي. مرحبا بك أستاذ حاتم. مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. إذا العبادي يبدو أنه وقع بين مطرقة إيران وسندان أمريكا، فإلى من سينحاز يا ترى برأيك؟ أنا أعتقد بأن المشهد العراقي الآن هو مشهد معقد بشكل كبير جدا، والحكومة العراقية لا تملك من الأوراق التي تستطيع أن تناور بها في الساحة العراقية بسبب سيطرة الميليشيات الموجودة في العراق على القرار السياسي والأمني في الداخل. وبذلك أنا أعتقد بأن المواجهة القادمة، إذا كانت هناك مواجهة للتمدد الإيراني، فلن تكون من العراق بداية، وإنما ستكون من اليمن، لأنه اليمن تعتبر البلد المهيئ الآن حقيقة لمعالجة التمدد الإيراني في المنطقة، على أن يكون هناك في الفترة المقبلة يمكن أن يكون فيها العراق سواء بإصلاح الحكومة الحالية لمواجهة التمدد الإيراني، أو بتكوين تكتلات جديدة تستطيع أن تواكب ما يجري من المنطقة من تطورات. المشكلة العراقية مشكلة حقيقة تنتابها كثير من التفاصيل فيما بعد تنظيم الدولة. أعتقد بأنه النظام السياسي في العراق هو أهم مشكلة موجودة الآن يعاني منها العراق لغرض معالجة جميع الملفات، سواء كانت المحاصصة الطائفية أو كان التمييز الديني والمذهبي وما إلى ذلك من أمور. أضف إلى هذا بأن هناك في العراق مشاكل كثيرة، منها المناطق المتنازل عليها ما بين العرب والكرد، هناك ملف النازحين الذين يترفض الحشد الشعبي إعادتهم إلى المناطق السنية، وهذا موجود في مناطق كثيرة سواء في جوف الصخر أو سواء في ديالة أو سواء في سامراء أو في الموصل، إضافة إلى ملف المفقودين، إضافة إلى ملف الأقليات وكيف سيكون التعامل معها. لذلك أنا أعتقد بأنه انتهاء تنظيم الدولة لن يكون هناك استقرار أمني وسياسي في العراق. أضف إلى أن هناك احتمالية كبيرة جدا لوجود تصادم داخلي ما بين الكتل السياسية ضمن الطائفة الواحدة أو ضمن الكتل السياسية الأخرى، وما يجري الآن من حراك سياسي في العراق ومن تظاهرات سقط فيها عدد كبير من الجرحى وعدد من القتلى في مظاهرات سلمية خرجت في بغداد، هو خير دليل على ما نقول، علما بأنه كان هناك رد باستهداف المنطقة الخضراء، وهذا يبين هشاشة هذه الدولة أمنيا وعسكريا وسياسيا. سيد فلاحي، هل هناك مؤشرات اليوم تدل على إمكانية انتهاء فترة وجود تنظيم الدولة أو داعش في العراق؟ في الفترة الحالية أنا أعتقد بأنه من المبكر جدا أن نتكلم عن انتهاء تنظيم الدولة. تنظيم الدولة لا زال يسيطر على مناطق الحويجة، يسيطر على الجانب الأيسر من الشرقاط، يسيطر على الجانب الأيمن من مدينة الموصل، يسيطر على تل عفر، يسيطر على مدينة راوة ومدينة عانة ومدينة القائم، ويسيطر على صحراء كبيرة جدا تمتد من الموصل إلى الأنبار إلى سوريا. وأعتقد بأن هذا الملف لن تكون هناك عصا سحرية لإنهائه بهذه الصورة. أعتقد بأنه لا زال من المبكر جدا أن نتكلم عن انتهاء تنظيم الدولة، خصوصا إذا ما لجأ إلى المناطق المتموجة أو المناطق الجبلية، تصبح مسألة اجتثاث التنظيم من هذه المناطق صعبة جدا بإمكانيات محدودة للجيش. أضف إلى هذا بأنه الملف الاقتصادي سيكون ضاغط بشكل كبير جدا على أداء الحكومة العراقية في الفترة المقبلة. لذلك أنا أعتقد بأنه انتهاء تنظيم الدولة من العراق من المبكر جدا أن نتكلم عن انتهاء التنظيم، ولا بد أن تكون هناك معالجات جذرية لكثير من الأمور التي ظهرت خلال هذه الفترة بسبب مكافحة تنظيم الدولة في المناطق السنية وما جرى إلى ذلك من انتهاكات في حقوق الإنسان وما إلى ذلك من أمور. الخبير العسكري والمحلل السياسي العراقي السيد حاتم الفلاحي، شكرا جزيلا لك.